وينضم إلينا السيد المقدم زياد توزان الضابط في الدفاع المدني. أهلا بك سيد زياد في حصاد التغيير الإخباري، وأريد أن أستوضح منك الوضع الآن في أربيل بعد هذه الأمطار الغزيرة والفيضانات، كيف استقر؟ مساء الخير أخوي، مساء الخير. طبعا اليوم من ساعة 8 صباحا بدأ الفيضانات بأربيل، 13 واحد يوم الخميس، موجات أمطار غزيرة في مناطق كردستان عامة وخاصة في محافظة أربيل. طبعا الأمطار بدأ من الساعة 2 بالليل حتى الساعة 7 الصبح، وأثار الأمطار حدث موجة فيضانات في داخل محلات وأسواق ومحلات شارع 30 شارع 60 شارع 100 ومحلات محلات سيراوة وزيلان سيتي وأيضا شورج سيداوة، هاي منطقة بحر بلي. نعم أجد تحية ثانية بك سيد الكريم. الدفاع المدني أنتم أبطال ومشكورين على جهودكم والله يكون بعونكم. أريد أخذ من حضرتك على تصريحات واضحة حول ما هي التي تحتاج أو ما هو الذي تحتاج إليه منظومة الدفاع لديكم، منظومة الدفاع المدني بشكل عام في إقليم كردستان، لأنه هذه المرة الثانية تتعرض لها أربيل لموجة فيضانات، يعني هذه المرة الله ستر ماكو أضرار بشرية فقط أضرار مادية، شلون بالمستقبل؟ طبعا الفيضانات ليست بيد اي جهه ولا اي جهه مخاطر بهذه الفيضانات، واحداث ما تغيير كوارث طبيعيه عامه طبيعيه، وكما تشاهدون في كل بلدان عربيه وكل دول العالم تصير فيضانات، واحنا بالنسبه للاليات وسياراتنا موجوده وداخلين انذار لحد من الساعه 8 صباحا، وقمنا بحملات عديدة من الصبح إنقاذ العوائل إنقاذ السيارات مجمعات دخل وإلى أماكن آمنة. نعم سيد زياد، يعني هل الوضع الآن استقر في أربيل بعد هذه الفيضانات؟ نعم هسه استقرار كامل في أربيل، وبس احنا القوات الداخلية كنا حالة إنذار، دخلنا حالة انذار من الساعة 7 صباحا، والحمد لله هسه الأوضاع جيدة جدا. نعم طيب سيد زياد، برأيك إلى ماذا تحتاج أربيل اليوم؟ هل هي بحاجة إلى تعمير طرق، إلى ترميم مجاري مثلا، أم أن البنى الداخلية والتحتية لأربيل منهارة تماما؟ ليس منهارة، بس هاي كوارث طبيعية يصير كل مناطق. ذاك اليوم صاير بدبي بإمارات وقطر وبحرين، احنا ما محتاجين بس هاي فيضانات عامة يصير، يعني ما مو نعم. بس بإقليم كردستان وهاي كوارث طبيعية مو بيد البشر ولا بيدنا، بس نعم. الحمد لله يعني احنا مسيطرين على الوضع. طيب الحمد لله على سلامتكم. والمقدم زياد نوزاد، نود أن نشكرك في حصادنا هذه المرة، السيد ضابط أو الضابط في الدفاع المدني كان معنا عبر الهاتف من أربيل، شكرا جزيلا لجنبكم الكريم.